قولي يا دكتور عمرو، يعني يأتي رمضان كل عام ونقول نفس الكلام. لان احنا في الحقيقه لازم نعرف شويه حاجات عن رمضان. يعني من اول حاجات لازم نعرفها هو شهر رمضان جاي عشان الميلاد الجديد، الناس تتولد من جديد. يعني ايه؟ يعني شهر رمضان هو الشهر التاسع من الاشهر العربيه، شهر الاشهر القمريه، واحنا عندنا المولود بيتولد بعد 9 اشهر. ورمضان جاي لان في الحقيقه في روايتين في الحديث: من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. لكن فيه روايه تانية: عادك يوم ولدته امه. كل العبادات الكبيره بيعود فيها الانسان كيوم ولدته امه. الحج بيعود فيها كيوم ولدته امه. رمضان بيعود فيها كيوم ولدته امه. ليه؟ ولو لاحظنا كده ان حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن رمضان اوله رحمه واوسطه مغفره واخره عتق من النار، وكانه نطفه وعلقه ومضغه. فشهر رمضان هو شهر الميلاد، فلازم الواحد فينا يكون مستعد ان هو وما يستكثرش هذا على الله سبحانه وتعالى. لما هنتكلم على الخمس اشياء اللي بتكون في اول ليله في رمضان، اللي هتكون ان شاء الله يا اما تكون ليله الاربعاء او يعني ليله الاربعاء او ليله الخميس، اللي هي طبعا احنا بنبتدي بالليل ثم بالنهار في 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 رمضان في شهر الصيام. فاللي بيحصل في اول ليله بيقول ان احنا لازم نجدد حياتنا. ايه اللي حاصل؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيقول: إذا كان أول يوم ليلة في رمضان ما الذي حدث؟ سفضت الشياطين ومرضت الجن. كل معنى من المعاني دي هو معنى لتجديد الحياة. تصفيد الشياطين ومرضت الجن هو القضاء على تبريرات الإنسان المهلكة. ما فيش بقى كل الكلام اللي أنت بتقول، الشيطان جالي يا عم والشيطان قال لي خلصنا خلصنا الكلام ده خلصنا. فلذلك الإنسان لازم يتعلم في رمضان إن أول حاجة لا للتبرير. الحاجة الثانية: وغلقت أبواب النيران فلم يفتح منها باب. إيه غلقت أبواب النيران؟ يعني إيه؟ كل كد وكل تعب وكل مرار لازم تعرف إن هو من وهمك. وإزاي كان عندي حكمة بحبها قوي: من علامات صدق الحب، صدق حبك لله، أن يخلصك من الوهم فتتخلص به من الهم. فكل النيران بقى اللي أنت أشعلتها على نفسك، نيران المستقبل والقلق والمخاوف والوجع، كل النيران دي لازم تغلق. الله سبحانه وتعالى لما أغلق نيران الآخرة، هو ما أغلقش نار الآخرة بس، غلقت أبواب النيران. كل حاجة مش بيقول صدر جيد نار، كل كده كمان بيتقفل. بس إيه اللي بيحصل؟ إذا تمسك الإنسان بأوهامه وتمسك الإنسان بعدم تربيته وتزكيته لنفسه لتغيير حياته، سيفضل زي ما هو. وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب. فتحت أبواب الجنة يعني إيه؟ بأبواب الوصال بالله سبحانه وتعالى. كل واحد قلبه ليه بابين، باب على الخلق وباب على الحق. كل الابواب دي بتتفتح، اي حد عايز يصل الى الله بيجد باب. ولذلك بيتنادى بقى عليه: يا باغي الخير اقبل. يعني ايه اللي حاصل؟ كل ابواب الصله وكل ابواب النور وكل ابواب البركه مفتوحه. وكان شهر رمضان حتى الناس اللي هم بعيد او اللي هم بيسمونا حتى شوف الحديث: يا باغي الخير اقبل. يعني حتى لو كنتش انت من اهل الخير وعايز تيجي فتعالى. وابغى الشر اقصر. وفي الاخر خالص: ولله في كل ليله من رمضان عتقاء من النار. يبقى هنا مساله ماذا؟ مساله الاختيار.